السلام عليكم، انا طارق جنيدي CEO مجموعه جنيدي وبحر، بتشمل مجموعه 4 مصانع، 2 خاصين بالازاز وواحده بالستاند ستيل وواحده بالاستيراد والتصدير. شركه سيمبوس للاستيراد الهندسيه، واحنا فعلا اول ما جت عملت معانا الشركه، جت وعملت زي تحليل مبدئي لينا، وابتدينا ناخد الخطوات، وابتدينا خدنا بعض الكورسات زي MBA الاكزيكتيف، ودي بالنسبه لنا كانت مفيده جدا لان غيرت تفكيرنا تقريبا في طريقه الاداره، من ناحيه الكوميرشال، من ناحيه الماركتنج، من ناحيه السيلز، من ناحيه الاوبريشن والسيف والسيفنج والكوست. فالفكره عموما بالنسبه لنا احنا كانت حاجه جديده، وفعلا ادتنا نقط لقدام او خطوات لقدام.